اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة هذا الاسبوع من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. فن خفافي ينال إعجاب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. بعد إلغاء عرض مهرجان كرامة للأفلام بصنعاء، إسطنبول تحتضن المهرجان. نتفليكس ترضخ لضغوط السعودية وتسحب حلقة كوميدية تنتقد محمد بن سلمان. أضيف فقرة الاستضافة الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي. مرحبا بكم. قام مجموعة من الشباب الفنان بعمل مقاطع غنائية إبداعية قصيرة ونشروها تحت هاشتاغ فن خفافي. المقاطع طبعا نالت إعجاب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وقاموا بمشاركتها في صفحاتهم الشخصية. نشوف أولا التفاعل مع هذا الهاشتاغ. بعد ما شفنا التفاعل مع هذا الهاشتاج نشوف مع بعض آخر أعمالهم. من شانكم بنسوي كل واجب، ألا كل واجب على راسي يا أحبابي قلبي وعيني، ألا يا حمام الحي غني قولوا يلا سلام. الأسبوع الماضي تحدثنا وتحدث الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق العبر الذي أودى بحياة الكثير من المواطنين. حدث تغيير إيجابي نتيجة للغضب الشعبي، ونعرف ما الذي حدث من هذه المنشورات، وبداية مع منشور محمد الأغبري الذي قال تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بطريق العبر مأرب. كم هو جميل أن يستشعر أبناء الوطن مثل هذه المعاناة لإيصالها لذوي الاختصاص. منشور آخر لوليد الجعوري ينقله لنا من طريق العبر ويقول مكتب الأشغال بمحافظة مأرب تم إنجاز 60% من المرحلة الأولى من مشروع خط مأرب العبر بواقع 20 كيلو، وسيتم إنجاز باقي المسافة ضمن المرحلة نفسها خلال الأربعة الأشهر القادمة. وعن معاناة الأطفال في زمن الحوثي والتي تكبر وتستمر، نشوف منشور الأستاذ خالد الروشن. قال الأستاذ خالد أطفال اليمن في زمن الحوثي خلف الطفل المتهاوي يقف الشعار الأخضر قاطع أمريكا، بينما تقطعون وتأكلون لحم الطفل الواهن تأكلون لحمنا لحم البلاد، لذلك لن تكونوا سوى شعار مطلي عابر في شارع حياتنا، ستمحوكم نهارات البلاد وحدقات أطفالها الحارقة. أصدرت منصة 30 التابعة لإذاعة هولندا العالمية سابقا نتائج استبيان عن تطلعات الشباب اليمني لعام 2019، وكانت النتائج على النحو التالي. نشاهد. We'll be right back.
الفعاليات الثقافية في بلد الحر ورغم شحاتها مستمرة. نشوف منشور الأديب الغربي عمران عن ما قام به نادي القصة في أولى فعالياته في العام الجديد. ونشوف الآن جانب من احتفال التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز بالذكرى 53 لتأسيس التنظيم. وضمن أنشطته الموسمية أقام اتحاد الطلاب اليمنيين في اسطنبول وبالتعاون مع منظمة اليمن ستنتصر نافذة على مهرجان كرامة اليمن. وخصص المهرجان لعرض مجموعة من الأفلام القصيرة كأول مهرجان سينمائي يقيمه يمنيون في تركيا. نشوف صور من هذه الفعالية. وفي سقطرى قدمت لوحة رياضية كبرى في بطولة كأس رئيس الجمهورية شاركت فيها أندية وفرق سقطرى وبحضور المحافظ ومدير مكتب الشباب والرياضة. وكانت المباراة النهائية بحضور جمهور كبير ورائع نهائي كأس الرئيس لكرة القدم. نشوف صور من هذا النشاط. أما خبر الأسبوع الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي فهو رضوخ نتفليكس لضغوط السعودية وسحبها لحلقة كوميدية تنتقد محمد بن سلمان. ففي الحلقة الثانية من سلسلة ستاند أب باتريوت أكت ركز الكوميدي الأمريكي من أصول هندية حسن منهاج على السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتضمنت الحلقة انتقادات لولي العهد محمد بن سلمان والحملة العسكرية ضد اليمن بقيادة السعودية. وقال الكوميدي الأمريكي خلال الحلقة: الآن سيكون الوقت المناسب لإعادة تقييم علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، أعني كمسلم وكأمريكي. ووصف حرب اليمن بأنها أكبر مأساة في عصر ولي العهد.
إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية مع الشركة المالكة للعبة ببجي والتي شنت موجة حظر يرجح أنها شملت أكثر من 30,000 حساب بينها حسابات لاعبين محترفين، ويتهم المحظورون بأنهم يمارسون الغش باعتماد تقنية رادار هاكس التي ترسل معلومات مفصلة عن الخادم إلى جهاز خارجي عبر شبكة تابعة لجهة خارجية، وتسمح هذه الميزة للغشاشين بمشاهدة جميع مواقع اللاعبين على شاشة ثانية أو تطبيق هاتف ذكي. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، نبدأها بمقطع شعر للشاعر أكرم السياغي بعنوان كن في اليمن. كن في اليمن حجراً أصم مهما ظلمت فلا ألم، وانسى بأنك كائن يحيا كما تحيا الأمم، عش ميتاً متبسماً أو مت وروحك لم تنم، إياك أن تنطق بشيء فالنطق يأتي بالتهم، ابقى مكانك جالسا أو واقفا واهزز برأسك أي نعم، أغمض عيونك في النهار بشدة وافتحهما عند الظلم كي لا ترى نور اليقين ولا تزل بك القدم، تزل بك القدم. أمضغ مرار الجوع، أمضغ مرار الجوع مضغا جيدا، وتنفس الفقر المطرز بالسقم، أدنو إلى أرض تناحر أهلها فتشقق الجسد اليماني وانقسم، فتشقق الجسد اليماني وانقسم. ابكي دما وانزع فؤادك للظى، فالموت في بلدي مليء بالكرم، تتساقط الأرواح كالمطر الغزير المنهمر لتسيل أنهار الندم، يا ليتني يا ليتني قد مت في الزمن الجميل، مذ كان وطني في سلام منسجم، لا خبث يسحقه ولا حقد بغيض ولا نقم، كنا كألوان نجسد لوحة ممزوجة بالخير محفوف النعم، أسفي أسفي على روح تموت بلا ثمن مع أنها ذكرت وخطاها القلم. مقطع آخر لامرأة من تعز تتحدث عن المقاومة، نشاهد. مرة بتقاوم يوم يا حجة؟ والله شقاوم. الله أكبر. والله شقاوم والله. الله أكبر. والله بدني قاوم، والذي شندر لباب بيتي واللي شتخبرني إن أندر باش تخربني إنني شقاوم. الله أكبر. شاف زل دمي مش عادة مش أغلى من أغلى من وطني. الله أكبر. هذا وطني وطني أنا شحمي. وآخر أعمال اليوتيوبر عز الدين عارف يحكي عن تجربة له عن يوم من دون فلوس، نشاهد. كيف ممكن تقضي يومك؟ قررت أني أجرب أسوي تحدي لنفسي أنني أعيش يوم كامل في صنعاء بدون نقود، فكيف ممكن يمر هذا اليوم؟ هل الناس حتساعدني؟ كيف ممكن أتنقل؟ كيف ممكن أروح المكتب؟ كيف ممكن أرجع للبيت؟ كيف ممكن أكل إذا اضطريت أكل؟ فنعيش هذه التجربة، نجرب تفاصيلها، نشوف المجتمع يتعاون، الناس هتتعاون، اللي مكاني الشخص اللي ما فيش معاه فلوس كيف بيقدر يعيش في اليمن. المصباحي بس ما بيش معي زلط، ما بيش زلط والله، ما بيه ريال. سلام سلام يا رجال، دعنا اي حد ما بيش معي زلط تطلعه. ايوه والله ولا ترجع واحد، وصيه من امك ما قالت لك كيف حالك؟ تاكله هنا بدون صبوح؟ تعبت والله. ها صبوحك عيب. طب انا تعبت. هذا صبوحي لهذا اليوم. شاوع ولا مية ريال ترديني؟ شبعت زلط. ها؟ شبعت زلط. شبعت شي زلط؟ لا ما فيش. أجلس هنا عادي. أكله وأمشي. ممنوع. الله شكرا.
الطفل رمزي خالد يتحدث بطلاقة ويرسل رسالة للرئيس الأمريكي ترامب عبر مقطع فيديو تناقله الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهده أيضا. And you're like, China, China. Oh, Saudis are the best. Yemen is among us. I heard that. And you're saying the losers are, like, the losers are Syria, Yemen. And the, I know that. And that's all. And if I became a president, I'll show you how I will treat you. I'll send you for prison for life. Oh, if you don't know what is life for life, it means forever. Like, you stay there, you stay there. How much you're being racist to Yemenis, and they're like, I think you're born as heartless. If they do a surgery on you, they'll find you that you're heartless. You only just like Saudi Arabia, that's all. You're like rich countries, that's not good. You're just not being a president. And you're thinking this Yemen flag looks like this. I know, it's like a terrorist flag and it's evil flag. Oh yeah, your mind, when the other people see this, they see the Yemen flag like this, but when you see the Yemen flag, you... ونختتم هذه الفقرة بجديد الفنان محمد الكميم. ضحك يا يمن والصوف في حضنك فرح ويناس لجلك يا البلاد الغالية بنر خصم الغالي صباح الخير يا نبع الحلا والذوق والإحساس يا وجه السعادة والبراهة براحة لي صباح الخير صباح الخير صباحك يا يمن والصبح في حضنك فرح ونا تاريخك ملاحم خطها الأول مع التالي أحبك والمحبة يا حبيبة ما لها مقياس وحبك حلم عمري وانتمائك غاية أمالي. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي. أهلا وسهلا فيك عبير معنا اليوم. أهلا فيك عبير. طبعا معنا مجموعة أسئلة خفيفة بنبدأ فيها ثم ننتقل إلى النقاش، فمستعدة؟ أكيد إن شاء الله. كالعادة نبدأ بأوصفي نفسك بكلمة. طموحة. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ كيف؟ أكثر وسيلة تواصل تستخدميها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ الفيسبوك. وأجمل مكان زرتي في حياتك؟ كوالالمبور. مكان تتمني زيارته؟ إيطاليا. شخصية طبيعي شخصية تتمني مقابلتها؟ فنان نمساوي اسمه بوكا. جميل. شخصية داعمة لك حولك؟ أهلي بشكل عام. يخليهم والدي ووالدتي. يخليهم لك. مجال دراستك عبير؟ كيف؟ مجال دراستك؟ أنا فنون تشكيلية من جامعة حضرموت 2014. رائع جدا. طيب الآن نتعرف بشكل مختصر أولا عن الفنانة التشكيلية عبير الحضرمي، من هي؟ أنا عبير الحضرمي، كما ذكرت خريجة فنون تشكيلية من حضرموت، مواليد عدن ومن سكان مدينة اليمن مدينة المكلا. جميل. طيب عبير، يعني معروف أنك قادمة من أسرة فنية،
أخ عازف نعم. وأخت فنانة أيضا رسامة، هل كانت البداية من داخل الأسرة أم كيف؟ كلمينا عن البداية. هو صحيح أنا أسرتي في الأصل يعني عمي كان أسرتنا مثل ما ذكرتي أخي وأختي، بدأنا بتشجيع من الأهل يعني وكانت كموهبة بالنسبة لنا، أما أنا احترفت الموضوع وتخصص بالنسبة لي. احترفته أكاديميا ومن ثم واصلتي. طيب أول معرض أقمت نعم. أنا. أيوة أول معرض أقمته كان نون ولون تقريبا، إيش حكايته وحكاية التسمية؟ صحيح أول معرض شخصي كمعرض شخصي كان في أبريل الماضي في 2018 كمعرض شخصي، لكن كمعارض مشتركة أقمت شاركت حوالي 15 معرض مشترك، وكانت سبب تسمية نون ولون لأنه لوحاتي كانت بعضها أكيد يعني فيها اللون وفيها النون، أي فيها بعض الحروفيات وبعض من الأعمال الخط، فأخذت النون واللون تعبيرا عن محتوى المعرض. رائع جدا. وصلت الفكرة. طيب هي تكلمت عن المعرض والفعاليات الأخرى التي شاركتي بها، كانت أهمها ما هي؟ أو حتى لو كان عندك مشاركات خارجية مثلا. أيوة داخليا أنا من أهم المشاركات اللي اشتركت بها كانت بيهانس المكلة، معرض حضرموت الأول والثاني للفنون التشكيلية والخط، وخارجيا أهمها كان معرض اشتركت به في إيطاليا في العام 2015. حققت أمنيتك كمان زيارة إيطاليا. طيب عبير لما ترسمي من فين تجي لك المواضيع وكيف تختاري مواضيع لوحاتك؟ عادة فكرة تطرأ في بالي أو سمعت خبر أو أحيانا في خيالات تقول مثلا حابة أرسم شيء معين، حابة أعبر مثلا عن حضرموت، فأبدأ أجهز الفكرة بعدة سكتشات لين أوصل للشكل النهائي. جميل. طيب الحرب وتأثيرها عليك كفنانة وعلى نوع الرسم وموضوعاته؟ أكيد مواضيع الحرب والسلام وتأثيرها أيضا على المجتمع. طيب نروح نشوف بعض من أعمالك ونرجع للنقاش. أوكي. عبير الرسمات واضحة وموزعة بين بورتريه وأنواع أخرى، لكن هل هناك معاني باطنية أو رمزيات خصصتي بها لوحاتك؟ نعم حتى أميل إلى أن أكون معبرة أكثر في الرسم، مدرسة التعبيرية أو الرمزية أكثر منها إلى الواقعية، لي بعض أعمال واقعية لكن لا أميلها بالمدرسة، أجد في التعبيرية أو الرمزية مجال أكثر للتعبير وتضع الشخص المتلقي للرسمة في حيرة أكثر، في تفكير أكثر. برأيي أنا أشوف أنه هذا مدرسة مفضلة لأني أضع الشخص في تفكير وليست مجرد مدرسة رسمة واقعية بحيث أنه كأنها يعني صورة فقط التقطت وعرضت للجموع للجمهور. جميل، هذا يدل على ذكاء الفنان بحد ذاته. طيب عدد اللوحات اللي أنجزتيها حتى الآن؟ نعم فوق 100 لوحة مختلفة ما بين رصاص زيتي مائي أكريليك إلى ما إلى ذلك. لوحتك المفضلة من بين مجموعتك كاملة؟ في لوحتين هم عرضت اسمها لوحة حضرموت مكونة من لوحتين، هي عبارة عن المرأة البدوية الحضرمية والرجل أيضا الحضرمي باللباس التقليدي. طيب عبير تجيدين الرسم والنحت، حدثينا عن تجربتك مع النحت أيضا. إلى الآن تعتبر تجربتي محدودة شوية بسبب محدودية الخامات اللي موجودة عندنا هنا، بحيث أني أنا ما أجد أحياناً الخامة، ولكن أنا اشتغلت بقوة وبكثرة في أيام الكلية بحيث كانت توفر لنا الخامات بشكل خاص في سياق الدراسة،
فاشتغلت نحت على الطين المسطح واللي هو الريليف والمجلد. طيب إذا توفرت لك المعدات من جديد إيش ناوية تعملي؟ في كثير من السكتشات منحوتات موجودة عندي، لكن للأسف أنا لم أنفذها حتى الآن. إذا توفرت المواد الخام التي أحتاجها أكيد بستمر وبستكمل إلى أن أعمل منحوتات قد تصل أي أحيانا إلى حجم الإنسان الطبيعي. جميل ورائع. طيب عن تجربتك أيضا كمعيدة في الجامعة وعمل الدورات حدثينا عنها. اشتغلت بعد تخرجي طبعا من جامعة حضرموت في عام 2014، أقمت بعض دورات في المكلة وبعض المؤسسات الخيرية، ثم انتقلت إلى جامعة عدن للتدريس هناك ومدة سنتين. نعم درست هناك مدة سنتين، فيها الرسم بالرصاص والتخطيط، الرسم الألوان الزيتية، وأيضا درست مادة النحت بالأصح مادة الخزف. وبعد ذلك توقفت عن التدريس في عدن وعدت مرة أخرى إلى المكلة لاستكمال مشروع خاص صغير، يعني بإقامة دورات مختلفة في معهد معين هنا في المكلة. رائع. ماذا الإقبال على هذا المعرض أو على هذا الدورات؟ الحمد لله إقبال جيد، يعني بعكس ما توقعت أن يكون الإقبال ضعيف. الدورات لا زالت مستمرة، وأيضا التدريب في دوراتي الحمد لله مستمر، فأنا حوالي كل أسبوع إلى كل أسبوعين أقيم دورة. طيب لو أسألك بشكل عام كفنانة أو الفنانين بشكل عام أيضا، كيف تأثر الحرب على استمراركم، على نفسياتكم أيضا؟ سألتك بطريقة أخرى سابقا، لكن الآن أكرر السؤال بشكل عام. يعني أنا قد أكون في المرة الأولى فهمت أنه كيف تأثرت لوحاتك، لكن كنفسية ممكن أنا اللي اختلط علي الأمر. بالنسبة للفنانين أكيد الوضع إذا كان مزري فتختلف، في بعض الفنانين إذا كان الوضع مزري يقوم بعمل رسمات أو بعمل أشياء إبداعية، ولكن الإنسان عندما يتأثر نفسيا أعتقد أنه شوية تراجع. فمجموعة من الفنانين في توقف عن الرسم بسبب أحيانا المادة تقل، بسبب أن المواد لا تتوفر، أيضا بسبب أن النفسية لا تسمح بعمل أي رسمات، ويصبحوا مثلا همومهم أخرى وأحيانا تكون أكبر من مجرد أن يقوم بلوحة، يعني بحسب أراء البعض. أيوة للأسف، ويصبح الفن بالنسبة لهم هو غير أولوية، يصبح اللقمة هي الأولوية في بلد الفن ما يأكلش عيش. نعم. عبير رسالتك في الحياة كفنانة. رسالتي في الحياة كفنانة للأول للفنانين بشكل عام، والاستمرار وتحطيم أي قيود في المجتمع التي يفهمها أحيانا. ورسالتي كفنانة أحاول بقدر الإمكان أن أعبر عن ذاتي، أن أعبر عن وطني، أن أعبر عن القضايا. فكلما عبرنا أكثر عن قضايانا كلما استمعت الناس أكثر لنا وعرفتنا، فأعتقد أن الفائدة من الجانبين، فائدة لتسليط الضوء على قضايا المجتمع وتسليط الضوء على الفنانين وعلى إبداعهم وقدرتهم. جميل، وصلت فكرتك. وطموحك لفين توصلي مثلا بعد 5 سنوات؟ فين تكوني؟ جاليري خاص للفنانين لدعم الفنانين الشباب هنا في المكلة وحضرموت، وأنا أتوسع بعد ذلك إلى اليمن بشكل كامل. جميل، رائع جدا. أشكرك جزيل الشكر عبير الحضرمي الفنانة التشكيلية، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. إلى اللقاء. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم مجددا معنا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.